الواحد طول عمره يسمع عن الاكل والشرب الدريفري، اول مره يسمع عن المحاضر الدريفري دي، جديده ما شفناهاش غير على ايد الست جمالات والست كوريا. ما تهدم مال يا نونو، الله تخلينا نخلص من ام الفيلم الحمضان اللي ريحته ضرب في الحته دي. احنا ما عجبناش، لا انا مركب دبوره ولا ساحب امين شرطه في ايدي وداخل، حتى الجزار هيجي جنب الامن والامان لحد ما اخرج من هنا. لو سمعت صوتك انت ولا مراتك انا هاخدكم معايا وانا نازل، عشان بعد كده لما يبقى لكم جيران محترمين تعرفوا تتعاملوا معاهم بادب ازاي. فين الفلوس يا نسا كوريا؟ نورتنا يا باشا، نورتنا وتعبينك معانا والله. مفيش لا تعب ولا حاجه، مش بيقولوا برضه الشرطه في خدمه الشعب؟ بس ده المحترمين بس، لكن اللي ما يحترمش نفسه ياخد على دماغه وبالقانون. ايوه كده يا حضره الضابط يا حلو انت. ايوه بالنبي شوف الجماعه المقرفين دول، جات كل قرف اللي يقرفكم. خد عد فلوسك. ملوش لازمة. كمل يا ابن المحضر. هذا وقد استلم صاحب البيت من الآنسة كوريا عبد العاطي المبلغ اللازم للتنكيس وقيمته 10,000 جنيه وفقا لتقدير الخبراء المختصين. وتعهد صاحب البيت بعدم التعرض للشاكين بأي تصرف قولا أو فعلا، واللي عرض نفسه للمساءلة القانونية. تمام الفلوس؟ تمام تمام. بتمضي ولا بتبصم؟ أبصم ده إيه؟ أنا متعلم، أنا معايا خيط. طب اختم يا أخويا. شوفي الحرمة، الحرمة اللي على حق ربنا اللي من بطن البقرة ولا فم الخليج ولا السيدة بتبقى ست، حاجة كده غير اللي انت عاملاها دي خالص. احسن تفتكري يعني كمنك حطيتي عباية سودة على جبتتك بقيتي واحدة مننا ولا حاجة؟ وانا ابقى واحدة منكم ليه؟ هو انا هكمل باقي حياتي هنا انا شوية وماشية، ومش عايزة خالص ابقى بيئة وبلدي بالمنظر المقرف بتاعك ده. يا اختي صلي على النبي كده وانت عاملة زي الرقصة على السلم، لا انت محصلة من تزوات ولا عارفة تبقي من تبالك. ماشي، وابقى بنت بلد ازاي بقى يا بروفيسورة؟ ايوه كده. ركزي بقى معايا وفتحي لي مخك النور ده. اتفضلي. شوفي اول حاجه هاتي اصبع الروج ده. الروج يعني؟ ايوه هاتيه اهو. بص اما تيجي تحط احمر ما تلحسيهوش كده زي ما بتعملي كانك بتقطعي من جلدك ولا خايفه على الصوبه، لا ادهني بزمه كده اهو عشان الاحمر يبان في سحنتك. اوريكي ازاي. استني شوف. ها ايه رايك؟ ايه القرف اللي انت بتعمليه ده؟ قرف ايه يا اختي؟ اختي صلي على النبي وبطلي تناكه، خلينا اخلص ولا ما كملش الدرس. مش خلاص؟ تعالي تعالي بتسلى يلا. ايوه كده. بص شايف البودره دي؟ دي بقى تسيبك منها خالص، دي اختراع فاشل ملوش لازمه، الكلام ده ما بيجيبش هم. هو نفس الصوبه، تليطي كده وشك منه يمين وشمال وتقومي عامله كده اهو، يوم الاحمر يبان في سحنتك. تليطي؟ ايوه تدهني يعني. بص هوريك ازاي برضك. ها ايه رايك؟ انت مالك ومال الميك اب؟ انت اللي زيك يحط ميك اب ليه؟ اللي مالي ومال الميك اب ده؟ ده انا ما ارضيش احرم الحاره كلها، يكش بس انا اللي بكيفي ماليش في المرقعه. قصره. هاتي ده، هاتي ده هتبوظيه. اما تيجي تحطي كحله ولا الاينر تتقليه عشان ترسمي عينك كده اهو تبقى عامله زي عين البقره. ماشي؟ بقره؟ اه، ولو عرفت تضربي شعرك اكسجين اضربيه، بينور الشعر كده ويخليك ولا اللي جايه من تركيا. اكسجين ليه؟ ده بيحرق الشعر، ما احط هايلايت وخلاص. ايه؟ بقول لك ايه؟ اللي بقوله تعمليه. يلا كملي خلصيني. اما تيجي بقى تتكلمي املي حنكك كده بالكلام عشان اللي قدامك يسمعك ويهيبك. انا مش فاهمه ولا كلمه من اللي انت بتقولي. ايه حنكك ويهيبك ويسيبك؟ بيتك بقك يعني. يعني ريحي الكلام في بقك وتفتحي شفاتيرك كده، ما تقفليش بقك كده وتدميه كانك محزوقه زي ما بتعملي كده. بصي طب انا هفهمك. يلا قولي كده. اختي؟ اختي. اشوف؟ لا ما ينفعش كده اهو، تقولي اختي. قولي منطقتي كده.
منطقتي. لا شوف برضك، لا ما ينفع. قولي منطقتي. منطقتي. ايوه بنت جدع. ايوه كده. بصي بقى، لو حد زود معاكي بالكلام هيبقى فيش زي وابور الجاي. قولي له ايه عشان يخاف منك. مش عايزه اتعلم الزفت ده، انا مش عايزه الزفت ده، هاتي غيره، هاتي غيره. ايه ده؟ طب انا مش مكمله الدعوه. خلاص بقول لك تعالي خلصيني يلا. ماشي. اما تروحي بقى للخياطه تاخدي لها العبايات كلها، تاخدهم لك كده سمكتين من الظهر يقوموا يتجقوا، ثم ما تنزلي الشارع تبقي حرمه كده فرده ظهرك كده وجسمك مرسوم، تقوم ساعتها ايه بقى؟ الرجاله كلها هتترمى عليك، وانت ولا تعبريهم ولا تديهم ريق، نظام ايه؟ شواق ولا تدوق. ها؟ ولو بس حد زود معاك عن بص بصه بس تبقى واخده شبكتك من رجلك على ايدك كده على طول. الرجاله ماتوا في الحرب، مفيش حاجه هتحميك الا الدراع. انا مش عايزه اتعلم حركه الشبشب دي خالص بقى. لا مفيش حاجه اسمها كده، هتتعلمي خد شبشب. لا ما مش عايزه ده. امسكها يا بنت. بعرف مش عايزه امسكه. يا اختي استعملي شبشبك وريني. استني استني هاتي ايدك. ليه اجيب ايدك؟ خلاص اعملها لوحدك. مش هعرف اعملها. استني انجازي. يلا. ايه ده؟ ايه هو ده؟ انت هتتكفي على وشك. انا خلاص مش عايزه ابقى بيئه وبلدي وكل حاجه، مش عايزه اتعلم خلاص. طب انا حقق عليا، انا بروح في حسي بقالي بقى ساعه. ما تولعي. مش كده يا اختي، المرايات كلها مجيره، النسوان بتشوف نفسها في المرايه تبقى عايز تضرب روحها بالجزمه، بتوحشهم اكتر ما هم وحشين. بقول لك ايه، بيروح الراجل بتاع الكريمات وليه الكريم ده خلص، عايزين منه تاني. اوعي تنسي. كملي. صباح الفل. اهلا. لسه فاكر؟ لسه فاكر قلبي يدي. اخلص يا هيمه. عاوز ايه؟ عاوز احلق. نعم يا اخويا، ما تروح تحلق. غلطان في العنوان يا حبيبي، هنا حلاق حريم يا سيد الرجاله. ما هو كله شعر يا كوريا، وكمان حاسك هتحلقي لي احسن من اي راجل. اخلص يا هيمه، هتطفش النسوان اكتر ما يطفشان. يعني تقولي اي واحده دلوقتي لو دخلت انت بحلق للراجل؟ قولي لهم خطيبي وبحلق له وانا غريب. اطلعي بره يا شيماء وردي الباب وراك، ما تدخليش حد. حاضر. بتبطل دلع بقى وتقول عاوز ايه؟ وايه المشكله لما تدلع عليكي؟ انا عاوز حلقه حلوه كده عشان لما امشي جنبك ابقى احلى منك والبنات تقعد تبصبصلي. وتمشي جنبي ليه ان شاء الله؟ انت لسه قافشه ولا ايه؟ شوف يا هيمة، انت طول عمر دبلتك في ايدي ولا بحس بيها، كانها حته من لحمي بالظبط. بس البراتي بقى من ساعه ما لبستها وانا حاسه ان صباعي وجعني يا ابراهيم. عشان قلعتيها يا كوريا، كبداكي ما يتقلعلوش دبله. ده انا كبداكي يا بت اللي ساب 40 مليون حرمه في مصر وحبك انت. تقسيش عليا يا كوريا عشان قلبك ما يوجعكيش. وجعني يا هيم، وجعني عشان بقتش عارفه اريحه من ناحيتك. ما عدتش مأمنالك، مش مطمنالك كده، حاسه ان في اي وقت هتجيب سكينه تلمى وتغزها في قلبي. انا عمري ما حد مال عيني غيرك يا كوريا، حتى نوال. نوال دي انا ما خدتش بالي منها غير لما انت كترتي الكلام عليها. يا سلام. في ايه يا وليه؟ اطلعي بره، اطلعي بره. ايه الولاد المجنونه دي؟ فضحتنا. انا عمري لا حبيت ولا احب حتى زيك يا كوري. انت حياتي. يو يا راجل، محل ازاز. جود مورنينج مستر مروان، اندرو سبيكينج. يا اي سند يو سم فوتوز اوف دايموند لوكس لايك ذا وان يو هاف. ديد يو لوك ات ات؟ في ايه؟ يا مفيش حاجه. كوري كوري كوري. اوكي بليز تشيك ات اند تيل مي اف يو لايك اني اوف ات، ويل اوردر ات فور يو. اوكي؟ Listen, 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 please. They are all far from what I needed. Don't look around in tight circle. Search, search in Italy. Italy have a large and secretive market for rare diamonds. I'm sure you already know. Please, search again, please. Okay, Mr. Marwan. Okay, I'm gonna check again for you. No problem. Thank you. Goodbye. هو في حاجة؟ مفيش مفيش. انت ما زهقتيش؟ حزق من ايه يا حبيبي؟ ما هو المطعم حلو اهو والاكل تحفة. لا لا مش قصدي. قصدي اقول لك يعني ما زهقتيش من حياة الاغنية دي؟ اكل وشرب ومرعى وقلة صنعة. ايه بقى؟ عايزين حاجة تكسر الملل ده. بص يا حبيبي، طول ما أنا معاك عمري لا هزهق ولا حمال. يا حبيبتي، ما أنا كمان. بس ما تيجي نلعب. نلعب؟ نعمل إيه يعني؟ مش فاهم. فاكرة هايدي؟ أيوة مالها؟
زمانة دلوقتي محبوسة في مصر، واخدة من 10 ل 15 سنة سجن. قدر انها ضيع كل فلوسها وما طلعتش بحاجة يا عيني. هو في ايه؟ انت ضميرك صحي فجأة ولا ايه؟ لا مستحيل، انا مفيش ضمير اصلا. ايه رأيك تتحبسي ليلة في السجن، بس مش في السجون المصرية، في سجن 5 نجوم. ايه؟ ايه؟ انا هاخد 1,000,000 يورو وهديكي منه 250,000 يورو. ها موافقة؟ اتحبس واخد 250,000 يورو؟ تيجي ازاي دي؟ مش هقولك ازاي اما توافقي. خلاص موافقة. يبقى هقولك ازاي. قولي.